السلام عليكم، أنا اليوم مع الأستاذ أمين. تحية صليوذ ذم أمين. تحية أستاذ أمين وده، بارك الله بارك فيك. الله فيك، الله يحفظك. آمين يا رب العالمين. كنا نتحدث أنا والأستاذ أمين على دور اللغات وأهمية اللغات، وخاصة اللغة الصينية. جونغو يوين، اللغة الصينية قلتها جونغو يوين. اللغة الصينية بحق الأمر قلت لك عندما بحثت في الإنترنت وفي الكتب وجدت بأنها ستكون لغة العالم، تحدث عليها حتى نعوم تشومسكي. فقال بعد 10 سنوات، يعني انطلاقا من 2015 عندما طالعت هذا المقال، ستكون اللغة الصينية لها باع كبير. فلذلك كيف نتعلم اللغة الصينية؟ حق الأمر ينقسم المتعلمون إلى قسمين: قسم يحبذ أن يتعلم الحروف والكتابة مع النطق والكلام، وقسم آخر يحبذ فقط أنه يتعلم الكلام ويكتبها حتى باللغة الفرنسية، يعني يكتبها حروف رومانية عادية. فلذلك أغلب الناس يرون بأن اللغة الصينية صعبة. في حقيقة الأمر اللغة الصينية تحتاج فقط تمرين، لأنها لغة أصوات. مثلا أستاذ أمين، تعرف باللي مثلا إحنا في اللغة الإنجليزية كيفاش نقولوا الأنا؟ أنا كيفاش نقولوها باللغة الإنجليزية؟ آي. آي. تخي بيان، هذه آي في اللغة الصينية عندها دلالات أربعة. الدلالة الأولى آي، شوف كيف ترسم آي، أيوة معناها المال. الدلالة الثانية آي، معناها تنطقها كأنك تمشي هكذا، آي معناها إيه، معناها أحب أو أحبذ. الدلالة الأخيرة الثالثة آي، طالع هكذا معناها التعجب. مثلا تقول او اي وان ني خوي شوي ديان مع، مثلا تعجبت هل تتكلم قليلا هكذا. والدلاله الرابعه بي بي